السلام عليكم. قالوا لنا الزمان اللي تيق ما عنده لا شي ليق، وقالوا اختار الرفيق قبل الطريق. هادشي اللي ولينا نسمعوا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا كيخلع. الخير بين الناس غادي وكينقارض، والشر دار جنيحتين غادي وكيدلع. من بين الاخبار اللي كتروج حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وشغله الراي العام، هي واحد الفيديو ديال عميد الشرطه. كيف ما كتشاهدوا امامكم على الصوره، عميد الشرطه ممتاز، ايه كوميسير بمدينة تيزنيت، هو واحد البنت مديرة ديال وكالة بنكية. القصة ديال هاد الفيديو وديال هاد العميد ديال الشرطة وهاد المديرة ديال الوكالة البنكية ضربوا فيها الآراء، كل واحد شنو كيقول. وبزاف ديال الجرائد الإلكترونية ووسائل ديال الإعلام اللي في هاد المواضيع ملي كتكون شي حاجة معلقة بالأمن كيقولوا غير اللي بغاو، كيقولوا غير داكشي اللي بغاو، كيوصلوا لنا غير داكشي اللي بغاو. هذيك المديرة ديال الوكالة البنكية اللي كتبان في الفيديو مع العميد ديال الشرطه كيديو الفلوس من البنكه، هذيك راه ماشي اختلست الفلوس ولا اتفقت هي وياه باش يسرقوا الفلوس ويهربوها، لا بالعكس، هذيك البنت مشات ليها 80 مليون من فلوسها، من الفلوس ديالها هي مشات ليها 80 مليون. ايه هاد البنت هي براسها ضحيه، ضحيه ديال الابتزاز. وكاينه امور وحده اخرى اللي لا اخلاقيه اللي كتقال وكتروج في الفيسبوك اللي ما نقدرش نتكلم فيها حفاظا على اعراض ديال الناس ولا نظلم شي ناس. مهم القضية فيها التصاور وابتزاز وكملوا من عندكم. ولكن اللي واضح في هذه القضية عكس اللي كيروجوا عليه شي ناس كيقولوا مديرة ديال البنكة هي والعاشق ديالها عميد ديال الشرطة سرقوا الفلوس، لا، هذيك السيدة كون كانت هي اللي بغات تسرق الفلوس ما غاديش تمشي تعلم الوكيل بيديها، هي اللي علمت الوكيل. ولكن اللي واضح كون كانت ديك البنت هي اللي اختارست ولا هي اللي سرقت الفلوس ولا كانت متفقه باش تهرب الفلوس من البنكه، كيف ما كيروجوا شي ناس وكيدخلوا ويخرجوا كما بغاو في الهضره وما عارفين والو، ما غاديش تمشي هي بيديها لعند الوكيل، تمشي عنده وتعاود ليه كل شيء من طق طق السلام عليكم. هذا الشيء اللي كيروجوا ليه الناس راه ما فهمتش، ما كياخذوش الحقيقه من المصدر ديالها، هي برجليها مشات عند الوكيل وعاودت ليه كل شيء. والوكيل اللي امر بالبحث في هذا الموضوع كون كانت هذه البنت شفاره كما كيقولوا شي وحدين ما غاديش تهز 200 مليون، غادي تهز كثر، غادي تهزها صحيحه وغادي تعلق من البلاد، ما غاديش تبقى الدور هنا. كوكا الغرض ديالها السرقه، حيت لا يعقل واحد كيسرق وكاله بنكيه غادي يبقى فيها جالس فيها كون راه علق هذه شحال. هنايا غادي يبان لك بان القضيه فيها اكثر من اللغز، وخصنا نوضعوا شحال من علامات استفهام، وباللي القضيه واضحه وضوح الشمس، فيها استغلال وفيها ابتزاز وفيها شطاط بالسلطه وامور وحده اخرى في الكواليس اللي وصلونا، ووصلونا بزاف ديال المعطيات اللي قلت لكم ما غاديش نقدر نتطرق ليها حيت ما كيعجبنيش نبقى ندخل ونخرج في اعراض الناس. غادي تقول لي هاد البنت غلطات، غادي نقول لك ايه غلطات، غلطات 200 ألف%، ولكن حنا ما عارفينش ظروفها باش نحكموا عليها، تقدر تكون الظروف اقوى منها، ورا نتوما عارفين كاين شي نوع ديال البشر راه يستغل اللي ما يستغلوش، راه يستغل اي حاجه في الدنيا، هما معاقه كيطمعوا فيها. بالخصوص دابا هاد السيد رجل سلطه وداكشي راكم عارفين لعب ليها بعقلها، والبنت حتى هي كتبان صغيره في السن. هنا غادي نفتح واحد القوس، علاش بعض الناس اللي كتكون عندهم السلطه، اللي كتكون عندهم السلطه في يديهم كيبغيو ينتقموا من بنادم؟ علاش عزيز علينا حنا المغاربه اي واحد تعطاته السلطه في يديه كيبدا ينتقم من بنادم؟ واش حنا قلبنا كحلت لهاد الدرجه ولا شنو؟ المحزن في هاد القصه ديال هاد البنت مديره ديال الوكاله البنكيه، عندها بنت صغيره، عندها بنت صغيره في الحضانه ديالها حيت هي مطلقه، وهذا الشيء علاش كانت ساكته طول هذه المده، كانت خايفه لا تفقد الحضانه ديال بنتها، على قبل بنتها ما بغات لا تزوج لا والو، والقانون حتى هو ما كيرحمش فحال هذه المسائل، الام السيئه كيحيد ليها الحضانه. هي من هذا الشيء كامل ما كانتش باغا تفقد بنتها، عليها سكتات وكانت خايفه، وكانت اي مبلغ كيطلبوا لها كانت كتوجدوا ليه غير باش تهنى وصافي، تصدق تشوف فين وقعات. هادشي علاش بنادم خصو يرد باله، خصك ترد بالك من اي حاجه، حوايجك اللي لابس عليك ما خصكش تثق فيهم في هذا الوقت. واذا كان هادشي بالصح وهاد المعطيات اللي وصلتني بالصح، داك العميد ديال الشرطه راه حشومه عليه، حشومه عليه يخرج على ديك البنت ويخرج على مستقبلها، بالخصوص هي غير مراه غير وليه، علاش بنادم كيحقر وحده مراه؟ هي الحقره ما خصهاش تكون لا للمراه لا للراجل، كاين حشومه بنادم يحقر بمراه وعندها بنت دابا غادي يفرقها عليه في خريامات ولي غادي للحباسات، بنادم كيستغل ثقه بنادم فيه ويستغل ضعفهم
ويبقى يلعب بمشاعرهم بحال هكا راه حشومه. نتوما كاملين شفتوا الفيديو اللي كيروج وكيفاش الطريقه اللي تخدات بها الفلوس. بنادم خصو ما يبقى يثيق حتى فشي واحد فهاد البلاد، ما خصكش تبقى تثيق حتى فشي واحد، حتى الامن براسو ما خصكش تبقى تثيق فيه. من المفروض الامن اللي خصو يحمينا شوف اش كيدير لينا. من المفروض هذاك عميد الشرطه هو خصو يحمي ديك المراه ويحمي غيرها ويحميني انا ويحمي الاخر ويحمي المال العام. ولكن عندنا حنا في هاد البلاد وفي كاع المجالات حاميها هما حراميها. دابا على هاد الحساب الا وقفوا عليك البوليس وقال لك طلع، خصك تبقى تقول لهم فين غنطلع معاكم. واخا يقول لك انا بوليس يقول له فين غنطلع معاك، غادي نبقاو نخافوا على راسنا نمشيو معاهم. والله الا بصح هادشي راه تيخلع ديال بصح ملي ولا الناس اللي كيحميونا كيصدر منهم بحال هاد الافعال، راه حنا هزينا يدينا. عاد زيد الصحافه ما كتقولش داكشي اللي كاينه، اللي غادي يخافوا علينا ويحميونا ويحرصونا رجعوا هما دابا كيبتزونا ويسرقونا. وهذا الشيء كيمس بصوره ديال الامن في البلاد. ما عرفتش كيفاش بنادم بحال هذا تسلق السلالم والمراتب وطلع عميد. ما عرفتش انا كيفاش شخص بحال هذا اللي داير كارثه بحال هذه وصل لديك المرتبه اللي فيها هو دابا. وشكون اللي رقاه؟ كاينه شي ناس اللي كيديروا فيها عبقريه في مواقع التواصل الاجتماعي. قال لك علاش هاد المراه ولا هاد البنت ملي اول مره بتزها كانت تمشي تعلم به، قبل ما تعطيه شي درهم واحد كانت تمشي تعلم به، خاصها تمشي ديكلاري به، ياك خاصها تمشي ديكلاري على هذا مسكين اللي حرق راسو ما مشاش ديكلارا. شنو صور كون تعاقبوا هذوك اللي تكرفصوا عليه وخذوا الجزاء ديالهم؟ كون راه كاع ما حرق راسو ولا وصل لهذا المواصل وشوى الكبده ديال والديه ورزاو والديه فيه، وكان ملي ديكلارا خذوا ليه بحقه كاع ما تشوفوا غيحرق راسو. كتبقاو دويو دويو بعض المرات وكتنساو نتوما راكم عايشين في المغرب. راه اللي كيملك القانون في هذه البلاد هو بوحدو اللي عنده حق يعزف به. ايه اللي كيملك القانون هو اللي عنده الحق يعزف به. باقي عندنا شي ناس ما بغاوش يتفهموا ليا، راه عندنا في المغرب شي حوايج ما مفهوميش في هذه البلاد السعيده. عميد الشرطه فين غادي تمشي ديكلاري؟ عنده ولا عند الناس اللي تابعين ليه ولا اللي كيغطيو عليه؟ حنا عارفين النظام ديال المخزن في البلاد شي كيغطي على شي، كيغطيو على بعضياتهم. كون كانت مشات من الاول قبل ما تعطيه درهم واحد، كون ما كانتش تهزت الفلوس وتبلبلات والقضيه فيها الفيديوهات، راه كانت تمشي الى عيني هاد بابا غير ردوها هي اللي غالطه. ولكن حيت القضيه تشوهات وكبرات ولات راي عام عاد تحركوا فيها المساطير. راه حيت في هاد البلاد كلشي كيخاف على راسو، انت غتمشي تعاقب واحد كبر منك غتغرق معاه، فهمتيني؟ والله تتغرق معاه. ولا نسيتو نفكركم في القضيه ديال رقيه. ايه ديك المراه رقيه اللي كانت خدامه في اداره السجون اللي مشات ديكلارات بواحد كبر منها باللي كيضايقها في الخدمه ديالها وكلشي. الا نسيتو نفكركم شنو كان المصير ديالها؟ هي الطرد من الخدمه. وزيدون انا هاد المواضيع ديال اعراض الناس ما كنبغيش ندخل فيها، بحال هاد المواضيع والله ما كنبغي ندخل فيها ولا ندخل راسي فيها. ولكن انا عرفتي علاش دويت؟ عرفتي شنو هي الحاجه اللي خلاتني نهضر على هاد الموضوع؟ هو علاش الخراز نهار وما طال هو كيعاود لينا على الخرافات؟ ما عرفتش منين كيجيب هذوك الخرافات. ديما مطلع ولاد الشعب هما اللي ظالمين، هما اللي شفارين، هما اللي كيسرقوا في هذه البلاد. بحال اللي كاينه غير ولاد الشعب هما اللي كيسرقوا في هذه البلاد. كل مره جايب لينا خرافه في شكل هذا سرق بيضه، هذا سرق دجاجه، الاخر لقينا سارق فروج محمر من العرس، وهذا اللي سرق وابتز وصور وخد الملايين من وكاله بنكيه، وداك الشيء موثوق بفيديو اش دي. علاش ما كدويش عليها جدي والخراز؟ علاش هذا ما تدويش عليه ودير عليه شي حلقه؟ ولا خايف من البوليس يتقلقوا عليك؟ قول خايف من البوليس يتقلقوا عليك. ملي كتكون شي حاجه عندها علاقه بولاد الشعب وبنادم ما فحالوش كيتطلق لك اللسان، وملي كتكون شي حاجه عندها علاقه بالمخزن كتفران يا مولا باني. يا اما دوي على الاجرام في هذه البلاد بشتى انواعه ولا سكت. بنادم ما خصوش يكون اناني. نوض بحث لينا دابا على هذه القضيه ديال العميد ديال الشرطه وجيب لينا الاسرار، جيب لنا داكشي اللي كاين في الكواليس اللي حنا ما عارفينهمش. جيب لينا بحال المواضيع هادو ولا انت كتعرف علاش دوي؟ كتعرف المواضيع اللي كدوي عليهم شنو هما وكتعرف شنو تناقش؟ وملي كتعلق شي حاجه بشيء ما رفعت الاقلام وجفت الصحف. انت فالح ليا غير جبنا هذا زيرنا هذا، وانت زير راسك هو الاول معانا. هضر على جميع الانواع ديال الجرائم اللي كاينه في المجتمع، ما تهضرش غير على الجرائم اللي كيتعلقوا بولاد الشعب فقط. هادوك الا سرقوا راه عندهم دوافع. دوي لي اللي
كيتيري الزبابل ديال الفلوس وكينوض يسرق. دويلي على هاد الناس، هما اللي محتاجينك تدوينا عليهم. الا نعرفك في الشكل نوض تحرك وكشف لينا دابا على المستور، ولا انت كتقلب ليا على المواضيع ديال الفابور اللي ما فيها لا صداع لا والو. ولكن اش غادي نقول لكم، كلشي مسقي بمغرف وحده في هاد البلاد. قليل اللي كيبغي يقول كلام ديال الحق ويوقف في صف ولاد الشعب. كاينه غير اللي كيشوه الصوره ديال ولاد الشعب فقط.